انا عاوز اعمل فرقه. انت عزفت يا بتاع البيانول، وجعت دماغنا. اهلا بيكم، النهارده هنتكلم عن حاجه جديده بتهم ناس كتير ساعات، ان هو يكون عاوز يعمل فريق او فرقه او يعزف مع حد. الموضوع ده ليه صور كتيره جدا. لو انت مثلا فكرت انك انت تعزف في اوركسترا كبير، فده دي فرقه برضو. فانت لو انت انضميت لفرقه كبيره جدا، اوركسترا من بتوع السيمفوني او بتوع الموسيقى الخفيفه او بتاع الكلام ده كله، ده ممكن يبقى انت عضو من اعضاء الفرقه ديت. فاللي بيحصل انك انت هتعرف ايه البرنامج اللي هم بيعملوه، هتحفظ البرنامج اللي بيعملوه، الوقت اللي هتدخل عليه في الاله بتاعتك، فانت بتعزف الاله بتاعتك وبتركز فيها في الموضوع بتاعك دوت وتكمل في الموضوع. فلو عايز تعمل بقى انت فرقه كبيره نفسها، لا دي بقى قصه تانية. لازم تكون دارس بقى موضوع موسيقي متكامل وبتاع، تكون انت ليك باع كبير جدا في الدراسه، ومحتاج تدرس دراسه اكاديميه مش دراسه يعني على مقسم كده زي ما احنا بنقول يعني. ده الفرق اللي هي الكبيره، اللي هي مثلا بتبقى فيها الات مختلفه زي الكمانجات وزي التشيلو زي الكونترباس والات النفخ وحاجات كتير قوي. في فرق مشهوره جدا في العالم كلنا يعني نذكر منها، كان فريق مثلا الراحل جيمس لاست، كان بيعمل موسيقى خفيفة على من موسيقى العالم كله، فكنت تسمعه يبقى ليك علاقة بيه يعني. كان عمل حتى كمان حاجات من الموسيقى العربية في المقطوعات بتاعته، وكان بيلف العالم جيمس لاست بفرقة كبيرة جدا، ولقى نجاح كبير جدا، وناس كتيرة حتى كانت بتشتري اسطواناته وتشتري الألبومات بتاعته، لأن كان فيها موسيقى خفيفة الناس بتحب تسمعها. طب خلصنا من موضوع الفرقة الكبيرة ده، سواء هتبقى عازف او هتبقى جيمس لاست انت نفسك يعني. لو انت عاوز تعزف مع واحد صاحبك، او انت عاوز تعزف مع واحد صاحبك، دي هتفيدك جدا. ليه؟ اولا هتعلمك الالتزام بالوقت، واحنا قاعدين بنتمرن مع نفسنا لو غلط بتقف وتصلحها وتكمل عادي مفيش مشاكل. لو انت بتعزف مع حد مش هتعمل كده، لو وقفت هيعديك الوقت وهيبقى هو بيعمل حاجة تانية وانت بتعمل في وقت تاني غير اللي انت بتعمله. فده مناسب جدا للناس اللي عايزة تضبط العزف بتاعها يبقى محترف ويبقى كويس، انك انت تعزف مع حد تاني. ده هيتيح لك انك انت فعلا تقيس نفسك دايما في الاداء مع حد تاني، مش هيسمح لك بانك انت تغلط، فدايما هتعمله وهتتمرنه. طبعا الاساليب بتاعت التعلم ده كتير جدا، منها انكم تعزفوا لحن واحد، دي حاجة. ممكن تعزفوا لحنين بيؤدوا الى صورة واحدة، واخد بالك يعني في بعض المقطوعات للجيتار مكتوبة الجيتارين، فانت هتعزفه انت حاجة وهو حاجة تانية غير خالص، بس المجموع بتاعكو هيطلع حاجة جميلة. ممكن تعزفوا انتوا الاتنين، واحد يعزف كوردات مثلا وانت تعزف سولوهات على الكوردات ديت، او تألف عليها حاجة وانت تعزف الكوردات في فترة ما بعدها، وهو يمسك السولو بعد كده، وتتبادلوا الموضوع ده بحيث انك انت تتمرن على السلالم، تتمرن على الاربيجيوز بتاعتك، تطلع افكار موسيقية، تسمع صاحبك ده هيعمل ايه وتاخد منه افكار برضو. فالموضوع ده هيفيد جدا، تعزف مع واحد صاحبك دي مفيدة جدا. طب انتقلنا من مرحلة واحد صاحبك في نفس آلتك او آلة تانية، انت ممكن تعزف جيتار وبيانو مثلا، ممكن تعزف جيتار وفلوت مثلا، ممكن تعزف آلات تانية متناسقة كتير جدا، جيتار وتشيلو. فكرة تالتة بقى، انك انت هتعمل فرقة صغيرة، فرقة من اللي هي بيسموها في الفرق المعاصرة بتاعتنا باند، بيسموه باند. الفكرة دي على فكرة مش فكرة جديدة خالص، ده فكرة بدأت عند ناس كتيرة قوي لما شافوا الفرق اللي طلعت في الستينات في اوروبا وامريكا، وابتدى الفريق الموسيقي ما يبقاش الفريق بتاع جيمس لاست اللي احنا شفناه دوت، فرقه اوركسترا كبيره بتعزف ومعاهم الات كتير وبتاع، بقى الالات الحديثه بتتيح ان يؤدوا العمل الموسيقي متكامل باربع او خمس او ست عازفين مثلا، واخد بالك. فبدات تشوف فرقه زي البيتلز اربع افراد بس، اربع افراد. طب بيعملوا ايه البيتلز دول؟ الاربع افراد دول واحد ماسك الايقاع، العازف الدرامر بتاعهم رينجو ستار هو ماسك الايقاع، عندك اتنين بيعزفوا جيتارات، فالجيتارين دول كان جون لينون وجورج هاريسون، الاتنين دول بيعزفوا جيتارين، وفي واحد بيلعب جيتار تالت بس جيتار البيز اللي هو بيكمل الايقاع بتاع الدرامز. يعني انت عندك فرقة متكاملة دلوقتي، واحد بيلعب ايقاع درامز، التاني البيز اللي هو الايقاع المنغم بول ماكارتني، وعندك جيتارين، ممكن واحد يلعب هارموني والتاني يلعب ميلودي، او الاتنين يلعبوا هارموني مع بعض. طب وبيغنوا؟ التلاتة بقى بيغنوا، اللي بيغنوا بول ماكارتني
وبيغني جون لينون، دول الاثنين الاساسيين في الغنى، والاساسي قبل بول ماكارتني كان جون لينون، يعني هو صوته كان احلى كمان. بول ماكارتني وجون لينون الاثنين قيادة الغنى، وجورج هاريسون كمان بيغني معاهم كمان في الموضوع. فايه ممكن واحد يكون عامل غنى الخط الاساسي والاثنين التانيين بيعملوا خطوط موازيه ليه او هارموني معاه، او بيرددوا الكورس المردات بتاعه الاغنيه دي. فريق متكامل من اربع افراد، يعني بيقولوا عليهم الفابيولوس فور، او الاربعه المدهشين يعني البيتلز. فكره جديده طلعت، الفرق كلها بقى اللي طلعت من الموضه، من الحته اللي كانوا فيها البيتلز في ليفربول ابتدت تطلع الموضه بتاعه الفرق ديت كلها، وحصلت طفره. ناس كتيره بقت تعمل بقى الفرق دي، كانوا كتير جدا طالعين من ليفربول وطالعين من المناطق التانية من انجلترا تاثرا بليفربول، وطلعوا في امريكا تاثرا بالبيتلز، وطلعوا في استراليا تاثرا بالبيتلز. وشفنا بقى منهم ناس لمعوا كمان بعد كده في كمان ذا شادوز، فرق كتير قوي طلعت بالموضوع. بس كل الفكره الاساسيه انها فرقه حديثه معاصره بعدد قليل من العازفين، بيؤدي ان هو يعمل نتيجه كبيره جدا انك انت الموضوع العمل الفني متكامل. نفهم من كده بقى احنا هنعمل في الموضوع دوت ايه بقى. انت محتاج عنصر معاك بيعمل هارموني، يعني عنصر معاك بيعمل هارموني، لانك انت لو هتغني او هتعزف سولوهات مثلا محتاج الخلفيه الموسيقيه ديت. فالراجل اللي هيعزف كيبورد مثلا، ممكن حد يكون بيعزف كيبورد وممكن يكون حد بيعزف جيتار، ممكن الاثنين يادوا نفس الوظيفه يعني، واخد بالك. اللي بيحصل انك انت بتتمرن مع العنصر الاساسي اللي بيعمل معاك الهارموني ده. ليه؟ انت كنت عندك الاغاني بتاعتك اللي انت هتحفظها، او المقطوعات الموسيقيه اللي انت هتحفظها دي ليها ميلودي وليها هارموني ماشي معاها. فانت لازم انتوا الاثنين تبقوا حافظين الموضوع دوت وفاهمين الموضوع المتكامل دوت. بعد ما بتحفظوا انتوا الاثنين وتتمرنوا انتوا الاثنين على الموضوع دوت، الموضوع يبقى هارموني متكامل، انت خلاص رضيت عن ان الهارموني بتاع المقطوعه ديت يكون مظبوط وان هيبقى كده والسولوهات كده، بيفيف تخيلك في دماغك الموضوع هيمشي ازاي، هتعمل المدخل ازاي، هتدخل ازاي الفرقه، هتبدا ازاي الاغنيه او تبدا ازاي المقطوعه، وهتخلصها ازاي، يقفلوا ازاي الموضوع ده، بيسموه الدخله والقفله. فانت هتفكر في الموضوع ده. وبعدين الالات اللي هتبقى معاك في العزف نفسه، انت معاك ايه بقى؟ هل معاك كيبورد وجيتارات مثلا، ولا معاك جيتارات مثلا، ولا معاك عود، ولا معاك فلوت؟ كل آلة من دول ليها الطبقة بتاعتها وليها الوظائف اللي تقدر تعملها. يعني البيانو ممكن تعزف بعشر صوابع، عندك عشر صوابع مع بعض، فانت ممكن تعمل هارموني. يعني الهارموني عبارة عن ايه؟ عن كذا نوتة بيتعزفوا في نفس الوقت يعمل صوت متوافق تستسيغ الأذن. الفلوت مش هيقدر يعزف غير نوتة واحدة بس، فانت لازم تبقى فاهم وانت معاك الآلات اللي معاك في الأوركسترا بتاعك، تبقى انت فاهم او الفرقه بتاعتك لازم تبقى فاهم طبيعه كل اله. الكمان هيعزف اله، هيعزف وتر واحد وساعات وترين، بس مش بيبقى حلو قوي زي وتر واحد، فهو اله سولو برضو زي الفلوت. فانت لازم تبقى فاهم الالات الوتريه بتعمل ايه، الالات النفخ بيعمل ايه. الساكسفون هيلعب لاين واحد بس، هيلعب خط ميلودي واحد بس، ما يقدرش يعمل نوتين في نفس الوقت، واخد بالك. فانت لازم تبقى فاهم مين اللي هيعمل الوظيفه الهارمونيه اللي هتبقى الخلفيه الستاره اللي الناس واقفه قدامها كلهم، مين في المقدمه، مين وراه، امتى ده دخوله، امتى ده دخوله. ما تجيش مثلا تعمل انت مع عامل موضوع غنائي، هيبقى فيه صوت بيغني بيأدي، واخد بالك، وتيجي جايب معاه ساكسفون ماشي معاه في الخط طول ما الراجل ده بيغني الساكسفون عمال يزمر طول معاه طول الوقت. طبعا محدش هيسمع طبعا المطرب بيقول ايه، صوت الساكسفون اقوى بكتير جدا واعلى، وطبقاته كمان واضحه وبتاع، غير صوت البشر اقل بشويه من الساكسفون. فطبعا هينفعه بايه يعني؟ هتجيب فلوت مثلا يفضل يسرسع جنبه طول الاغنيه مثلا؟ لا مش هينفع كده طبعا. فانت لازم تختار الاوقات اللي الالات ديت هتخش تعمل الاجزاء الخاصه بيها مع الغناء اللي هو بيقول. يعني طبعا احنا عندنا برضو بنشوف عجيب دلوقتي، يعني مطرب كبير مثلا بشوفه مصر يصطحب معاه واحد بتاع عناية، مصر يصطحب مع واحد بتاع عناية موقفه جنبه في الموضوع، فانت سامع على طول عمال الناي عمال يصوصى وعمال يصوصى، وانت سامع الراجل بيقول ايه اساسا، واخد بالك. مش هينفع الكلام ده، لازم تبقى الموضوع اللي في الموسيقى الشرقيه بيقول لك بيعمل ونس. ونس مع مين؟ ما فيش حاجه اسمها ونس، لا، كل حاجه بتبقى مدروسه، ده يدخل امتى ويطلع امتى، ودي امتى تبقى صوتها مع ده حلو وصوتها مع ده مش هتخبيه وده صوتها وحش فانت لازم كل الكلام ده يدرس. لو درست كل الكلام ده وكل واحد التزم بيه، طب يلتزم بيه ازاي بقى؟ نيجي بقى لحاجه اسمها البروفات. بعد ما تختار
العازفين بتوعك بتوع الهارموني وبتوع الايقاع لازم يكون معاك عنصر ايقاع طبعا، معاك عنصر لو في بيز بيبقى جميل جدا مع الفرق اللي زي دي. بعد ما تجيب العناصر دي كلها وتتفق معاها وتديها، يا ريت يكون فيها مثلا ماده مكتوبه تكتب لهم كل الكوردات اللي انت عاوزها او الاماكن اللي انت هتعمل منها الكلام ده لو انت بقى راجل محترف، او تديهم نوته كمان، تبقى انت راجل عظيم يعني. طبعا يفضل انك انت تديهم ماده مسموعه كمان، يعني تدي لهم الاغاني اللي انت هتعملها متسجله على، سواء كانت اغانيك او اغاني حد تاني، متسجله على صوت يسمعوه، فيبقى بالمصاحبه مع الصوت اللي هيسمعوه هيعرفوا الدخل والخارج والكلام ده كله، الموضوع ماشي ازاي، وهيعرفوا بالورق المكتوب انت عاملها من سلم ايه والدنيا ماشيه ازاي في الهارموني وفي التوزيع الموسيقي. هو ده يا جماعه التوزيع الموسيقي اللي احنا بنتكلم عليه دوت، التوزيع الموسيقي انك انت تحدد الصوره الفنيه هتبقى شكلها ايه، مين بيعمل ايه وامتى، السلالم اللي بتشتغل عليها، الهارموني اللي مكتوب. عشان كده الناس اللي بتبعت لي تقول لي انا والنبي انا عايز كرسي توزيع، مفيش حاجه اسمها كرسي توزيع. توزيع ايه ده توزيع الموسيقى ده موضوع كبير جدا، لازم تبقى فاهم هارموني، فاهم طبيعه الالات اللي انت بتتعامل معاها، إيه انت في تخيلك العمل الفني النهائي في دماغك ايه، انت في دماغك الصوره دي اختلط كل شيء. بقى عندنا دلوقتي بقت الناس قاعده بتركب اي حاجه وخلاص، ويقول لك انا بوزع بقى وانا بعمل وانا بالف ولحن ووزع مفيش الكلام ده خالص. الكلام حتى الناس اللي بره عملت الكلام ده كلهم كانوا فاهمين هم بيعملوا ايه وعارفين الحاجات، فاهمين التركيبات الموسيقية وبيعملوا التركيبات الموسيقية وبيسمعوا من اللي حواليهم يعملوا يقلدوا والكلام ده كله. فالتوزيع الموسيقي انك انت هتختار كل عازف هيعمل ايه وامتى والكلام ده كله، نوع الالات المستخدمة، وفي دماغك وذهنك الصورة النهائية هتطلع شكلها ايه، هو ده اللي في دماغ الموزع الموسيقي، يوصل اللحن الاساسي اللي هو عباره عن واحد دندن حاجه كده وكلام اتكتب عليها فتعمل لحن، انه يوصل في صوره موسيقيه نهائيه. الموزع الموسيقي ده كمان ممكن يوزع لاوركسترا كبيره، ممكن يوزع لفرقه صغيره. اوعى تفكر ان الموضوع عشان فرقه صغيره التوزيع الموسيقي ده اي كلام، لا لا خالص، ده علم يا جماعه، وليه اسانيده وليه مصادره وليه معرفته وليه تجاربه، كل واحد كمان ليه التجربه الخاصه بيه هو غير حد تاني، كل واحد ليه تركيباته ليه جمله. من احسن الناس اللي انا سمعتها بتعمل الكلام ده موزعين كتير جدا، يعني اذكر منهم اشرف محروس على ما اعتقد الاله الرئيسيه بتاعته كانت بيانو او كيبورد، وبقى موزع ودارس موسيقى طبعا وفاهم الكلام ده كله، فمن الناس اللي انا بنبسط اما بشوف. في كمان عمرو ابو ذكري، ده الكلام، الناس دول يا جماعه كانوا من ايام اللي انا كنت بسمع فيها في الثمانينات والتسعينات. طبعا انا يعني مش ملم قوي بالناس اللي موجوده دلوقتي ايه، فمش عايز اظلم حد، ولكن الناس ديت عملت حاجات انا سمعتها انبسطت منها. يعني كان في كمان ماجد عرابي، لو كنا نسمع الناس اللي عملت حاجات في التسعينات، بالذات التسعينات يعني، هنلاقي شغل كتير اتعمل بموزعين موسيقيين، ناس شاطرين ومعهم عازفين شاطرين قدروا يطلعوا حاجات جميله. وفي مؤلفين في مصر كتير جدا وفي الوطن العربي ما حصلش ان هم خدوا نصيبهم من او حقهم من الشهره دي. طبعا ان احنا بلاد بتدفن المواهب، والناس دي اعتقد كمان ما عملتش فلوس، يعني الموضوع لا موهبه لا لا لا, لا شهره ولا فلوس، كمان عملوا الموضوع ده بموهبتهم الكبيره دي. فاوعى تفكر ان الفن ممكن يترجم بفلوس، مش هيحصل كده، ما فيش المعادله دي. الفن ما يترجمش بفلوس، ساعات الناس بتنجح بره مش عندنا، يعني لما يبقى عندهم فن والفن بيجيب فلوس او ما بيجيبش فلوس مش بتفرق معهم، هم اهم حاجه عندهم عملوا اللي هم عايزينه. الفنان ده عباره عن بيطلع الافكار اللي عنده والامكانيات اللي عنده دي كلها، يعرضها على الناس لتغيير فكره جديده، لتقديم حاجه حلوه، للترفيه حتى عن الناس بطريقه بريئه، واخد بالك؟ يعني في اهداف كتير للعمل الفني، يعني واخد بالك؟ مفيش حاجه في العمل الفني اسمها تكسب فلوس منه، دي مفيش. ده انت روح بيع طماطم او بيع خضار في السوق هتكسب فلوس، ده خلاص معروف ان بيع الطماطم وبيع الخيار والكلام ده كله هيجيب فلوس. انما الفن مفيش حاجه اسمها الفن بيجيب فلوس او ما بيجيبش فلوس، ده ما تسالش عليها اساسا. مجرد انك سالت على الموضوع ده معناه انك انت مش فنان اساسا. الفنان عباره عن كائن بيعرض وجهة نظره في الحياة من خلال فن يجيده،
سواء عجبك بقى ما عجبكش هي دي وجهة نظره مش هيغيرها عشان سعادتك. ما تقولوش لا اصل السوق عايز مش عارف ايه، اصل عايزين حاجة تاكل مع الناس، اصل عايزين مهرجانات بتكسب دلوقتي تعمل لنا مهرجانات. مفيش فنان يعمل كده، مفيش فنان يبتزل، وهيكره فنه لو عمل كده وابتزل، هيكره فنه وهيسيبه ومش هيكمل معاه، او هيفضل طول عمره أرجوز. فانا بقول لك على تجربة شخصية انا شفتها ومريت بيها طول عمري، يعني كل الناس اللي ابتزلت في فنها كرهته وسابته، وفي ناس عاشوا طول عمرهم فنانين وفضلوا مكملين لغايه ما ماتوا فنانين، وفضلوا زي ما هم وفنهم عاش وهم عاشوا مع فنهم دوت حتى بعد ما رحلوا، لازلنا بنسمع كلامهم بنسمع شغلهم وبنسمع نصايحهم وبنشوف سيرتهم مشوا ازاي وعملوا الفن ده ازاي ونحاول نقلدهم ونعمل زيهم. دول فنانين فعلا بجد. نرجع تاني لمرجوعنا، انت عايز تعمل فرقه بتاعتك، رسيت على العناصر اللي معاك في دماغك، لازم يكون في قائد بقى للموضوع ده. مفيش ديمقراطية في الفن، مفيش شلة هتعمل موضوع، واخد بالك؟ غالبا الموضوع بيبقى فكر واحد او اتنين بالكتير قوي، هم دول هيفكروا في الصورة النهائية ديت ويعملوها ويطلعوها. مفيش مانع انك انت تدي لكل عازف من العازفين مساحة يضيف حاجة، لان هو هيبقى أضرب بقالته وأضرب امكانياته اكتر منك، فديله فرصة يعبر عن نفسه، ولو عجبتك حاجة اتفقوا عليها كلكم واعملوها، واخد بالك؟ بس لازم تبقى دقيق ولازم تبقى حازم في اللي انت عاوزه. الفن وجهة نظر من, من, من منظور واحد، فالفنان هيكون نرجسي شوية، هي دي وجهة نظره اللي عايز يعرض منها الموضوع ده، والناس لازم تتفهم كده. لو حد منهم جاب وجهة نظر في عمل فني وبتاع وشايف ان الباقيين فيه له عرضوا عليهم ووافقوا عليه، ماشي كمل فيه برضو واعملوا بوجهة نظر الراجل اللي جابه دوت، ولكن لازم يكون واحد مسؤول عن الموضوع، واحد شايل الموضوع ده كله، سواء انت او حد تاني في حتة تانية من العمل دوت، او اغنية مثلا تبع حد تاني، فكل دوت الفرقة كلها كل واحد بيشيل مسؤولية حاجة معينة ويركز فيها كويس ويسمح للباقيين يضيفوا ويثبتوا بقى. اهم حاجة ما تضيف حاجة وتعجب الجميع، ثبت الموضوع، يعني بمعنى ادق اكتبه بقى في ورق الكلام ده، يعني تكتب الكذا بيعمل كذا بيعمل كذا كذا في حته كذا، عشان بعد كده هتنسوها 6 شهور كمان او ما تعملوش بروفات بتاع ترجع تاني احنا كنا بنعملها ازاي، تفتكروا بقى الكلام ده. فطبعا كل ما هتثبت شغلك وكل ما هتكتب الكلام ده كله وتعمل بقى بروفات عليه، اوعى تفكر انك انت مجرد ما توصلوا انكم تعملوا الحاجه صح ان دي خلاص دي النهايه، لا ده دي البدايه. شوف انت على ما بنيت الموضوع وركبت الكلام ده كله وصلت ان الموضوع يتعمل صح، قيس الوقت ده كله اللي انت قدرت تعمله فيه، لازم وقت زيه كمان بتعمله الصح ده في البروفات. لو عملته الصح ده في البروفات هتقدروا تعملوه قدام الناس. لو انت طلعت على طول مجرد ما اكتشفتوا انكم بدأتوا تعملوا مع بعض وتفهموا بعض وبتاع، طلعتوا قدام الناس هتغلطوا. غلطة الفنان غير غلطة الشخص العادي، او غير غلط انت ما تغلط انت في البيت في بروفا غير ما تغلط قدام واحد. غلطة واحدة من فنان بتفقد الثقة فيك في العمل كله من اوله لاخره. تخيل تبقى انت بتعمل 10 مقطوعات او 10 اغاني غلطت في واحدة بس، الناس كلها هتقول عليك على كل انت راجل كفتاجي، ماشي؟ فانت تبقى فاهم غلطة الفنان لا تغتفر، فحاول دايما تمرر الصح كتير، وكل ما تعمل بروفات اكتر كل ما كان الاداء بتاعك في العلن هيبقى صح ومضمون ان شاء الله. الاصوات، اصوات البشر، عندنا في صورة تخيلية كده جت طبعا من الماضي ان المطرب ده يعني راجل برستيج بقى وراجل حاطط ايده في جيوبه بيطلع يقول الكلمتين على الفرقة اللي ورا، كلام طبعا ده كلام المخابيل. يعني المطرب هو آلة موسيقية بس من مجموع آلات، منهم أصوات البشر حتى كمان آلات، ليه وظيفة، هيمشي وهيدخل في وقت معين ما ينفعش يعدي، هيقولها دي بطريقة معينة ما ينفعش يقولها بطريقة تانية، هيحفظ الكلمات اللي مطلوبة بالظبط زي ما اتكتبت بالظبط وبالأداء بالاتفاق، لأن كله هيرتب أموره على الراجل ده هيأدي إزاي. الأصوات البشرية التانية، المردات، لازم تبقى عارف مين هيقول إيه في كل وقت، ده هيقولها إزاي وهيقولها منين وبتعمل إيه مع بقية الآلات وبتعمل إيه مع صوت المطرب. لازم كل الهارموني زي ما احنا أخذنا في الحلقة بتاعت الكورس، لازم الهارموني بتاع الناس اللي بتقول الفوكال كمان أو بتقول الكورس أو بتقول المردات أو بتقول حاجات في وسط الخط بتاع الغنى، كل ما كانت الحاجات دي مدروسة وانت عملتها بعمق وتمرنت عليها وطلعت حاجة جميلة
كل ده ما هيبقى مقبول جدا في الاداء العلني والناس هتعجب بشغلك دوت. اوعى تفكر ان الفرق القويه جدا اللي بتطلع قدامك تعزف الكلام ده قدامهم بسبب ان العازفين كويسين بس، لا خالص، الموضوع مش عازفين كويسين بس، هو ممكن يكون عازف متوسط او ضعيف بس حافظ شغله كويس جدا وبيتمرن وعمل بروفات 20 مليون مره، يطلع في نظرك عازف قوي جدا. هو مش قوي ولا حاجه، هو الراجل اتمرن فعلا على الموضوع ده لما اتهرس خالص، عمل الموضوع ده مليون مره لغايه ما اجاده تماما. هو ده فعلا الاجاده بتاعت العمل، هو ده الاتقان، هو ده الاحسان في العمل اللي احنا بنعمله. الكلام ده كله عشان اعمل بقى فرقه وبتاع، يكفي النيه؟ لا طبعا ما يكفيش النيه، نيتك انك تعمل فرقه كويسه والكلام ده كله ده معلش يعني تغني في الحمام، ما ينفعش تعمل الكلام ده في الا لو عندك علم. اللي هو العلم ايه بقى؟ العلم انك انت يكون عندك تكنيك للاله، كل واحد الاله بتاعته، والراجل اللي بيغني ده صالح ان هو يغني، او الراجل اللي الفوكالز بيادوا اداء يصلح ان هم يغنوا. دي اول حاجه. تاني حاجه تكون فاهم الاساسيات الرئيسيه، يعني انت بتلعب من سلم لازم كله يبقى فاهم يعني ايه سلم، بتلعب من سلم كذا لازم كله يقدر يعزف السلم الكذا دوت، بتعملوا السلم الكذا الكوردات كذا لازم كله يقدر يعرف الكوردات، يقدر يلعبها، يقدر يعزفها، يعرف التوقيت، كل واحد يقدر يدخل كده ما يجيش عازف ضعيف ما بيعرفش يدخل في الوقت الصح وبتاع يبوظ الدنيا للناس، واخد بالك؟ ففي حاجات كتيره لازم تتوافر. الناس اللي هتعمل التوزيع الموسيقي دي لازم تكون عندها علم بنظريات الموسيقى والهارموني والكلام ده كله اللي احنا بنقوله في المجموع في اللي احنا بنعمله ده كله، بالإضافة كمان يكون عندهم حس جميل، يكون عندهم حس جميل وخبرة فنية ان هم يقدروا يطلعوا العمل ده ويقودوه ان يطلع عمل حلو ومقبول فنيا. ما يبقاش راجل استاذ يعني افوكاتو، يعني راجل حافظ الكلام، حافظ السلالم، حافظ الكوردات، بس ما عندوش اي خيال ولا رؤية، ده هيوزع ازاي دوت؟ واخد بالك؟ وما ينفعش العكس برضو، واحد عنده خيال جميل ورؤية جميلة بس يعرفش ولا حاجة خالص في النظريات الموسيقية، الاتنين دول يودوك في داهية، الاتنين دول ابعد عنهم يودوك في داهية. فلازم يكون واحد عنده سنس كويس وفي نفس الوقت عنده معلومات كويسة. الموسيقى والتوزيع الموسيقي يا جماعة ده علم زيه زي الطب، زي الهندسة، زي الفلك، زي الرياضة، زي يعني انت ما بتروحش مثلا الراجل الترشاجي اللي جنبك عشان يعالجك، واخد بالك؟ فانت ليه في الموسيقى انت متصور ان الموضوع فقاقه وان هيجي حد مش عارف ايه يا جماعه ده الموضوع اديني كورس بس توزيع وانا هوزع. مفيش حاجه اسمها كورس توزيع، ومفيش حاجه اسمها كورس هندسه صوت ووزع واعمل هندسه صوت، مفيش الكلام ده خالص. برضو في ناس بتبعت لي تقول لي اشتريت مايكات واشتريت عده واشتريت الكلام ده كله، انت بتفكر تعمل بيه ايه؟ ما انت بتتكلف الافات دلوقتي في حاجات. هل انت بتفكر انك انت هتعمل استوديو المايك دوت هيساعدك انك انت تعمل حاجه خاصه بيك مثلا في قال انت في دماغك الموضوع ده؟ طب لو في دماغك الموضوع ده ما بتذاكرش هارموني ليه؟ ما بتذاكرش ليه نظريات موسيقى؟ وما بتذاكرش الات ليه وتتعلم اله وتبقى موسيقي بجد؟ لا، هو عايز الحته اللي بيشتري العده وفاكر ان الموضوع عده. لا، مش عده خالص ولا حاجه خالص، انت هتشتري العده وهتقعد جنبها، واخد بالك؟ اشتري العده وتعلم نظريات وتعلم موسيقى وافهم الصوره كلها تبقى ايه، وشوف انت تنفع فيها ولا لا. ما انت ممكن تبقى فاهم وحافظ وكل حاجه وتبقى مدرس بقى، تروح تدرس الكلام ده بس، انما مش هتقدر تطلع خيال ولا تقدر تعمل عمل موسيقي الناس كلها تعجب بيه والكلام ده كله. اتمنى تكون الحلقه ديت نورت ناس كتير قوي عن الموضوع الفرقه دوت، ازاي تعمل فرقه والاساس اللي انت هتبني عليه فرقه زي دي، عشان محدش يدخل الموضوع ببساطه ومتفكر فاكر ان الموضوع بسيط جدا وبعد كده يفاجئ ان الموضوع مش كده خالص ومش هيعمل حاجه ذات قيمه يعني. واشوفكم الحلقه الجايه.